أخذ اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام الله. السلام ورحمة الله. مرحبا أخوك سامي. حياك الله يا أهلا، تفضل، من ويانا؟ أنا عصام الدين إياد نجم. عفوا، عصام الدين إياد نجم. عصام الدين إياد نجم، تفضل يا عصام. أنا والدي شهيد في بحر الرهاب. نعم. ومعاملتي تقريبا صار لها راح يصير لها سنة بالموقف، بها موقف أمني، الموقف الثاني أنا رجعوني بها موقف أمني. نعم، دا يسمعك استاذ طارق. زين، هذا الموقف الامني يعني شلون احنا هسه راح 2016 انت تمشي بيها، وهسه احنا دخلنا ب 2020 حدث ما كان معك. نعم، سمعت سؤال استاذ طارق؟ شباب الصوت. اذا موضوع التدقيق الملف الامني، احنا صراحه كانت يعني تتاخر موضوع التدقيق الملف الامني، لا يمكن المصادقه على معاملة الشهيد إلا أن يكون هناك تدقيق أمني، بمعنى تصريح أمني كون هذا الشخص ما مشمول بقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، لكون أن القانون جاء بمادة صريحة وواضحة في المادة 17 استثناء يعني من اتهم بمادة 4 إرهاب المنصوص عليه القانون اللي ذكرناه. نعم. طبعا هؤلاء يستثنون من القانون، لذلك تم استلام هذا الملف بعد أن تم استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء اللي هي دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية حسب ما جاء به. طيب. قانون رقم 2 لسنة 2016 المادة 7 رابعا. نعم. احنا بعد استحداث هذه الدائره وجدنا انه الموقف الامني يعني تتاخر، بل هناك بعض التساهل في موضوع الموقف الامني، بل وجدنا في بعض المحافظات هناك تباين في موضوع التدقيق الامني، يعني مره ينطي يقول هذا مشمول باربع ارهاب، مره ثانيه يدزوا له كتاب لكون انه كان هناك بعض المساومات صراحه. نعم. وجدنا مساومات في المحافظات خصوصا المحافظات الساخنة. نعم. لذلك أنشأنا خلية سميت بخلية الموقف التدقيق الملف الأمني، اشتركنا به كل الأجهزة الأمنية. لماذا؟ لكون أنه هناك بعض الأجهزة الأمنية لديها معلومات بخصوص هذا الشخص، بعض الأجهزة الأمنية ما عندها معلومات على هذا الشخص. نعم. يعني وحدنا الموقف الأمني بدائرة واحدة. نعم. باتجاه واحد ضمن قاعدة بيانات واحدة. هذا الشغل صراحة بدينا به ب 2017 وانتهينا به ب 2018. طيب. بعد ما وفرنا أجهزة وموارد بشرية له وخبراء. نعم. من الأجهزة الأمنية أجوا واشتركوا في إعداد هذا الشيء إلى أن اكتملت. الآن الحمد لله تم إكمالها، وكان هناك وثيقة تفاهم بيننا وبين وكالة شؤون الاستخبارات والمعلومات اللي خاصة بوزارة الداخلية. نعم. يعني خلال 20 يوم يتم إجابة الاستفسار في حالة أنه نحن نرسل الكتاب. نعم. ويتم الاستفسار عن هذا الشخص. طيب. مرات تكون عن طريق بشكل ميداني. نعم. كان يعني هناك وصلتنا بوجبة واحدة 22 ألف اسم للتدقيق. طيب. من المصابين والشهداء. زين، 22 ألف اسم. نعم. أكيد. يعني كم كتاب تحتاج؟ طبعا. كم إجابة تحتاج؟ صح. فلذلك صراحة كان هناك بعض التأخير لمدة شهرين أو ثلاثة، يعني يجوز اكو بعض المعاملات استغرقت 4 أشهر. نعم. احنا الان اختصرنا المسافه. الان على سبيل المثال الشهداء من المتظاهرين. اليوم احنا طلعنا لهم هويات تقاعديه. وكذلك الكي كارد. نعم. يعني صار تدقيق امني لهم خلال 20 يوم. الا اللهم هناك. طيب. بعض الاسماء مرات. نعم. تكون تحتاج الى اسم رباعي يكون مشابه. نعم. مع واحد إرهابي. طيب. حتى احنا لتدقيق. نعم. هذه القضية يتم عن طريق ميدانيا طبعا عن طريق الأجهزة، منها جهاز الأمن الوطني أو. نعم. جهاز المخابرات، يعني كل الأجهزة الأمنية تتعاون ويا حضراتكم حتى يعني موجود. هذا. نعم. فريق العمل اللي حضراتكم. نعم. شكلي. نعم. ممكن يعني يسرع يعني العملية ويختصر الكثير من الوقت.